السائلة عين راء من القصيم تقول: ما ضابط الدم الخارجي من الجسد المفسد للصوم، وكيف يفسد الصوم؟ الدم الخارجي من الجسد الذي يفسد الصوم هو ما خرج بحيض أو نفاس من المرأة، هذا يفسد الصوم، وكذلك ما خرج باختيار الإنسان بالحجامة أو بسحب الدم الكثير فإن هذا يفسد الصوم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. وسحب الدم للإسعاف أو للتبرع به هو مثل الحجامة، يفطر الصائم.